مكملين مع حضراتكم جولتنا داخل المتحف المصري الكبير، جو ساحر، لمحات من التاريخ عظيمة ومميزة جدا. مكان باختصار أو كده بكلمات بسيطة يليق بحضارة المصريين اللي عمرها يمتد لآلاف السنوات. مش بس ده المهم أو مش بس ده المميز كمان في المتحف المصري الكبير، الشيء المميز الآخر إنه هنا في كل الخدمات وفي كل الفاسيلتيز أو كل اللي ممكن أي حد النهاردة بيجي عايز يقضي يوم في وسط حضارة المصريين، كل الخدمات اللي بيحتاجها بيلاقيها. اللي هيكلمنا أكتر عن الخدمات دي وإزاي بيتم إدارتها وإزاي بيتم تشغيلها وإيه طبيعة الخدمات أصلا هو الأستاذ عمرو عبد الناصر، مدير المعارض المؤقتة وتشغيل استراتيجي. أهلا وسهلا بيك. أهلا يا فندم، إزاي حضرتك؟ احكي لنا عن الخدمات اللي هنا، والأول احكي لنا إيه المعارض المؤقتة أصلا. إحنا في المتحف المصري الكبير بنسعى إن نكون وجهة ثقافية وسياحية عالمية، بطلها الآثار العظيمة اللي عندنا والعرض المتحفي الرائع، ولكن بيخدم على الآثار والعرض ده مجموعة من الفعاليات والأنشطة والخدمات وسلسلة من المعارض المؤقتة، زي معرض توت عنخ آمون التفاعلي اللي هو أول معرض من نوعه يحصل في مصر وفي المنطقة. فإحنا الحقيقة سعداء جدا بالإنجازات اللي إحنا بنعملها دي، انها في اساسها بتكون بمثابه تشويق للي هيشوفه الناس بعد الافتتاح الرسمي ان شاء الله. العرض توت عنخ امون بالمناسبه انا متشوقه جدا اشوفه من ساعه ما وصلت النهارده وانا بدور على التوقيت اللي هيبدا فيه. لا، لانه بيبدا في توقيتات متتاليه مش كده؟ واللي انا فهمته ان هو بتقنيه ال 3 دي او ثلاثي الابعاد مش كده؟ اتكلمنا اكتر عنه. احنا دي نوعيه من المعارض اسمها immersive exhibitions، يعني معارض بتنقلك من الواقع اللي احنا بنعيشه لواقع مختلف خالص. في الحالة دي احنا في حياة توت عنخ آمون، في زمن توت عنخ آمون بنمر برحلة بصرية وموسيقية وسماعية مختلفة تماما. الحقيقة الفيدباك يعني كان عظيم جدا. واحنا برضو في المتحف المصري بالنسبة للخدمات والتشغيل دايما بنشتغل بستاندردز عالمية. يعني حتى لما عملنا الموضوع التوقيتات ده الناس قالت لنا الناس هتتلخبط وكده، ولكن يعني فعلا الجمهور ضرب مثل في الانضباط وفي المصريين والأجانب. وكيفية التعامل مع مكان بالهيبة دي والرونق ده، الناس فعلا مبسوطة ومقدرة المكان اللي هي فيه وفخورين ببلدهم والإنجازات اللي احنا بنعملها. هسألك بقى سؤال يعني يبدو ان هو ساذج شوية لكن انت المتخصص، عشان نروح في رحلة عبر حياة توت عنخ آمون ده مش بس محتاج إبهار بصري واستخدام للتكنولوجي، كمان محتاج بتهيألي بحث وتدقيق في المعلومات طبعا. وانه يبقى الرحلة دي دقيقة جدا بكل تفاصيلها، قدرتم تعملوا ده ازاي؟ الحاجة طبعا احنا في هو ده معرض ابتدى في مدريد، واحنا طبعا لما جينا نعرضه هنا حرصنا ان احنا نراجع المادة التاريخية بشكل كويس جدا، ولكن برضو احنا هدف نوعية الفعاليات والمعارض دي انها تبني جيل جديد من عشاق مصر القديم. فاحنا فعلا بيطلع الاولاد الصغيرين من عندنا بنخاطبهم بلغتهم، بنثبت ان تاريخ مصر القديمة تاريخ مليان بالعطاء مواكب للتكنولوجيا العصر، وده هدفنا الحقيقة ان احنا الناس بتطلع عايزين يعرفوا اكتر عن توت عنخ آمون، عايزين يعرفوا اكتر. فطبعا عشان نعمل كده رحلة البحث بقى بالظبط، يعني بنبني اجيال من ناس مليئة بالشغف تجاه هذه القصة. عشان نعمل كده طبعا في مساحة من الحرية الابداعية سواء في الالوان سواء في بعض المناظر، مع طبعا يعني ان احنا بنوضح الكلام ده للزوار ان في حرية ابداعية في العرض، ولكن ما فيش اي
يعني معلومات فيها مغالطة أو كده. العرض ده لسن معين ولا لأي العرض حد؟ مفتوح جدا. احنا برضو دي نوعية العرض اللي كنت بقول لك عليها، نوعية الاميرسيف اكزيبيشنز دي لقت رواج في العالم ونجاح في العالم كبيرة جدا، لانها بتخاطب الحواس ومش بس العقل او العين او الحواس كلها. ايه رأيك تفرجنا بقى دلوقتي على، لانه انا شايفة هنا في متجر الناس تقدر تاخد منه سوفينيرز وتشتري حاجات، وبعدين انا هطلع اشوف العرض بتاع توت عنخ آمون. يلا بينا. احنا بقى هنا داخلين على المتجر او الجيفت شوب، شايفه الناس مقبله قوي انها تدخل، واضح فيه سوفينيرز، يعني متحمسه قوي يشوف ايه اللي جوه. التجربه دي فكرتم فيها ازاي، او اصلا ايه طبيعه الحاجات اللي بتبقى موجوده في الجيفت شوب؟ احنا بالنسبه لنموذج التشغيل في المتحف المصري الكبير، احنا بنحاول نفكر في التجربه متكامله من اول ما الناس وهي في البيت ايه المعلومات اللي بيوصل لها، لحد ما يحجزوا التذاكر بيوصلوا ازاي، بيركنوا فين، بيوصلوا لهنا ايه، بيجي بيشوف كل حاجه إيه. سهله قوي بالمناسبه. بنحاول على قد ما نقدر ان هي تكون تجربه القديم. يعني احنا بنحاول شوية. نتعلم من التجارب المختلفه وفي الاخر نقدم تجربه متكاملة ومتكامله. بيوصل طب هياكل ايه، تعب، هيقعد فين، عايز شاف حاجه ملفته في المعارض، عايز ياخد منها سوفينير، ايه نوعيه السوفينيرز. والاهم كمان من كده ان احنا بنعتبر المتحف المصري الكبير منصه يقدر المصريين كلهم يعبروا عن ابداعاتهم. يعني احنا بنكون بمثابه جسر ما بين، او بنحاول نكون بمثابه جسر ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. وده واضح قوي على فكره حتى في تصميم المتحف نفسه، تحس انه حاجه عصريه جدا وفي نفس الوقت حاجه معبره جدا ومجسده جدا للتاريخ. بالظبط بالظبط. طيب طبيعه الحاجات السوفينيرز او الحاجات التذكاريه الموجوده هنا، يعني انا شايفه مثلا دول لوحات مش كده، دول صور. عندنا احنا مفيش منتج هنا ما صنعوش واحد مصري، كل ده عاملينه مصريين، منتجات مصريين، شركات مصريه. اوكي. نتعامل مع فنانين من كل انحاء مصر، بحيث ان فعلا ده يبقى منتج مصري بالكامل، يعني منتج اللي عمله الاف السنين من الخبرات، ما هياش حاجه معموله بره وبنستوردها. فالناس اللي فعلا التمثال اللي بيشوفوه فوق بيجي يشوف التمثال الصغير السوفينير، عامله واحد مصري زي اللي صنع زي اللي صنع التاريخ وحضاره اجدادنا. طب معلش، انا عجباني جدا اللوحات دي او الصور دي، خطيره. شفنا الصور واللوح، هنا بقى دي أقمشة، مشغولات من الواضح، مخدات، كل حاجات اللي هي بقى الحاجات اللي فيها الأقمشة والقطن المصرية. أكيد بالزبط. أوكي، مصريين، كل صنع يدوي، يعني أغلبه يدوي بس 100% صنع مصري بمحافظاتها. يعني نشوف كل محافظة مشهورة بإيه، شاطرة في إيه، بنحاول ننمي المهن دي بإن إحنا نكون منصة إن العالم كله يشوفها ويسندها ويدعمها. إقبال بقى الأجانب وزوار المتحف على الجيفت شوب هنا وعلى شراء المنتجات دي إيه؟ الحقيقة الإقبال قوي جدا، الناس يعني دايما بتاخد، يعني بتحكي، بنعتبر ان المنتجات دي بتحكي قصص زي الـ الاثار بالظبط، لانها بتحكي قصه المصري المعاصر. فالناس فعلا بتحب تاخد سوفينير من الجسر ده ما بين الماضي والحاضر. طيب ده الجيفت شوب. انا كمان شفت في الممر التاني مطاعم، اماكن للاستراحه، اماكن للاكل. برضو التشغيل ده اكيد ماشيين على خطوات معينه بحيث انه التشغيل كله يبقى متكامل.
تكلمنا عنه. زي ما قلت حقيقة احنا بنفكر بنحاول نفكر في كل حاجة ممكن يحتاجها الزائر وفي نفس الوقت بنقوم بدورنا كمنصة بتنهض بمصر وبتنهض بالفنان المصري والحرفي المصري. فكل المطاعم والمحلات اللي عندنا هنا 90% منها مصرية، عمالة مصرية، لا المتاجر نفسها براندات مصري. بنحاول نبقى يعني زي فاترينا بأحسن الحاجات اللي بتقدمها مصر ثقافتنا للعالم من خلال الجزء التجاري ده. فعندنا محلات مشهورة مثلا في منتجات معينة بنخلق لها المكان اللي تقدر توصل بيه للعالمية. متحمس قد ايه للافتتاح؟ جدا جدا جدا. يعني بقالنا الحقيقة يعني سنين طويلة بنشتغل واحنا حاليا في التشغيل التجريبي ده. التشغيل التجريبي اهميته ان احنا نبقى مستعدين تماما للافتتاح الرسمي. احنا هو تجريبي وتدريجي. يعني فتحنا في الاول كنا فاتحين ايفنتس صغيره، فعاليات صغيره لجولات ارشاديه زي ما حضرتك شايفه المعرض المؤقت اللي هو طبعا عليه ضغط كبير جدا. فبنحاول نتعلم من الـ الخبرات دي كلها بحيث نبقى مستعدين تماما للافتتاح الرسمي ان شاء الله.